جاء في حراسة مرمى عبد الله محمد متقدمة، بينما النصر في المركز الخامس. كرة ملعوبة إلى الأمام، محاولة بالرأس بتتخلص، تعود لحمدان الكمالي اللاعب المتقدم، يرجعها لداميان دياز. عرضية خطيرة ومحاولة بالرأس تطلع الكرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة مبكرة من اللاعب تيكالي، وكان خلف اللقطة الماضية أيضا اللاعب داميان دياز. أصحاب السعادة بلوك جديد طبعا بعد قيادة لسامي الجابر بعد استلام هنا لمسة ومحاولة لتيكالي في لمسة يد. حكم المباراة يتغاضى النظر عنها، لكن بتوصل في نهاية المطاف لحارس المرمى اللي واضح أمامنا في مقابل هدف. كرة لإسماعيل، إسماعيل بمر، إسماعيل بي... ركلة جزاء الجزائية القادمة. لاحظ اللقطة، المحاولة المرور عرقلة كانت موجودة في المنطقة لسجل. عموما مرمى، هدف أول لأصحاب السعادة، هدف أول لأصحاب السعادة. اللقطة اللي واضحة أمامنا في الصورة، يتصدى الأرجنتيني للتسديدة وتنفيذ ركلة الجزاء، وبالتالي يسجل هدف أول في المباراة. الوحدة بدأ يفرض سيطرته، الوحدة بدأ ينفذ استراتيجيته بالتأكيد في اللقطة الماضية التسديدة. الله يا سامي، تكون مؤلمة دائما ما تكون موجعة. اسماعيل راح في محاولة يستعيد، هيها عرضية. الله يا راسي، كانت من محمد العتبة، سهلة في احضان حارس المرمى عبد الله محمد. محاولة مستمرة، أحمد الأكبر يحاول يمر داخل المنطقة، ما زال يستلم كورته، يسدد. الكرة بتمر إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة وشك بأنها كانت في يد اللاعب أحمد الأكبري. ملعوبة أمامية عالية، محاولة داخل المنطقة، عادل هرماش تسديدة، لكن خروج موفق لعبد الله محمد. ختام يعني هذه البطولة، بطولة دوري الخليج العربي. بالمناسبة هذا اللاعب فاز بجائزة المشجع المثالي، هذا الشبل الصغير الذي يتربى الآن في هذه اللحظات على حب نادي الوحدة، ويستمر بعطائه ويستمر ب بحبه لهذا النادي. كرة ملعوبة لصالح أحمد راشد، أحمد راشد يرسل كرة عرضية عالية وبالرأس، يرفع الرأس تيكالي، وأصحاب السعادة بالتأكيد في وضعية جيدة بالهدف الثاني. تيكالي بإضافة الهدف رقم 14 له شخصيا في دورينا بهدف رأسي جميل يحرك من خلاله شباك العميد النصراوي في هذه اللحظات بالهدف الثاني. 2 لا شيء، منتظرة ما بين الياس والأهلي، وعليها سينتهي أو تنتهي قصة دوري الخليج العربي. كرة ملعوبة، داميان يهيئ لك كرة بكعب جيو العكبري بلمسة سحرية من داميان دياز، كانت حلوة منذ بدايتها من إسماعيل، وبلمسة سحرية فوت فيها الكرة داميان دياز. بعد ذلك التسديدة في مرمى العميد النصراوي عن طريق اللاعب محمد العكبري، يسجل 3 أهداف المباراة، 3 أهداف للوحدة في مباراة حدث بشكل جيد. هرنانديز يرسل كرة وهدف، تقليل الفارق يا إبراهيم التوري. هرنانديز اللي يتخلص بشكل جيد، واللاعب اللي يشابه أداءه أداء داميان دياز بالمناسبة، حتى على مستوى طول القامة، حتى على مستوى الشبه، يعني ربما يكون في كبير. يعني داميان إلى تيكالي، لو مر وراح وعدى وراح انطلق، ممكن كرة، ممكن جول، ضاع الهاتريك يا تيكالي، ضاع
كان هاتريك، بذل فيه مجهود كبير، مجهود كبير. التمريرة كانت رائعة، وصلت لتيجاني، عدى فيها، لعبها على يسار حارس المرمى عبد الله محمد، لكن مرة تعدت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة إسماعيل في محاولة السمعة، الله 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 يا إسماعيل، طولها إسماعيل في اللقطة الماضية، عادت لداميان دياز وتسديد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج حلوة من داميان دياز اللي حاول إنه يرسلها لوب ساقطة في مرمى العميد النصراوي. لكن الحلو، كل الحلو، كل الحلو كان في اللقطة الماضية من إسماعيل مطر حينما تخلص من أكثر من لاعب، لكن بعد ذلك، بعد ذلك الكرة بتتخلص وبتوصل لداميان دياز اللي يرسلها لوب من فوق حارس المرمى، لكن كانت قوية قليلا، جعلت الكرة تذهب إلى خارج أرضية ربما غير راضي على قرار سعد يوفانوفيت، تسديدة لكن الكرة بتتخلص، تتخلص الكرة تلاقي عودة من جديد، تمرير موجود لجاسم ياقوب، جاسم بيعطي، جاسم يرسل كرة، يا سلام، الله الله الله، هذه تحتاج روبيت من المخرج، تحتاج لإعادة سريعة. لاحظ اللمسة من جاسم ياقوب، هذه لمسة كبار، هذه تمريرة كبار، لاحظ اللقطة والمحاولة والنظرة، بعد ذلك على رأسية توري، توري يلعبها بالرأس، لكن أيضا بنفس الطريق محمد الشحي يفكر في المرور، يفضل التمرير لداميان دياز، محاولة لهرماش، كرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، حاول يتصدر في الزعيم المشهد ويحصل على البطولة. موسم للعميد كانت فيه كلمة، هنا كرة لتيجاني، تيجاني هاتريك يا تيجاني، دائما ما يكون تيجاني لديه كلمة من حارس المرمى وكأنه صانع للألعاب، تمر لتيجاني، تيجاني يتكفل بأن يسجل لصالح الوحدة هدف رابع ثقيلة على نادي النصر. كرة ملعوبة ومحاولة تتخلص، تعود مرة أخرى، محاولة لتيجاني، لحمدان، لعامر عمر، تسديد الجول، الله، خمسة بالخمسة، يبصم أصحاب السعادة من خمسة في هذه المباراة. لاحظ اللقطة، يا الله، على لمسة وعلى لمسة، تأتي بالخمسة لمصلحة نادي النصر في مرمى العميد النصراوي. حلوة، يا سلام، سجلوا في تلك المباراة وسجلوا أيضا في هذه المباراة. كرة بتمر، عادل هرماش يعرضها، كرة تسديدة، يا الله، على تسديدة، حارس المرمى يمنع السداسي، تسديدة كانت قوية في اللقطة الماضية، كانت من أحمد راشد، بينما كرة عرضية عالية بالرأس أيضا تطلع إلى خارج أرضية الملعب، كانت من حسين فاضل.